فيما يخص المشاريع التنموية اللي دشنها السيد الرئيس في ولاية الجلفة فهي مشاريع تعبر عن مدى صدق السيد رئيس الجمهورية، خاصة في النقاط اللي جا بها هي التنمية وكذلك فتح يعني الخطوط السكة الحديدية يعني نحو الجنوب والهضاب العليا، وهذا المشروع يعني احنا حلم بالنسبة لنا كسكان الجنوب ان شاء الله يتحقق. كذلك يعني فيما يخص على صيغة عدل 3 اللي رئيس الجمهورية أعلن عليها من الجلفة، نحن نتمن هذا القرار الجريء اللي ساهم إن شاء الله في دفر بالسكن للناس المحتاجين وخاصة الموظفين اللي ممكن تفوق المبلغ نتاعه 24,000 دينار، ولهذا محتاجين هذه الصيغة وهي صيغة ناجحة والحمد لله. نتمنى أنها تكون في العاجل القريب وان شاء الله احنا نتمنوا هذا القرار الجريء من طرف رئيس الجمهوريه ونشكره، ونحن مع فلسطين ظالمه او مظلومه ونتمنوا النصر.